حقيقة يعني منهاج حكومة السوداني يحمل الكثير من المفاتيح والكثير من المعالجات لإخفاقات الحكومات السابقة وبالخصوص حكومة الكاظمي الأخيرة. ومن ضمن هذه المعالجات هي البحث عن تجفيف منابع الفساد في مفاصل الدولة وهيكلة الدولة من خلال الإجراءات القانونية والدستورية التي تعمل على يعني البحث عن منابع هذه الفساد والعمل على تجفيفها من خلال زيارته أيضا لهيئة النزاهة وأيضا تعضيد هذه الهيئة بالإجراءات الأخرى التي تساعدها على أن تعمل بأريحية وأن تكون بعيدة عن الضغوطات الحزبية والإملاءات الحزبية. وهذه واحدة من الأمور المهمة الملقاة على عاتق حكومة السوداني بأن يتحرر من هيمنة الأحزاب حتى يستطيع أن يثبت مصداقية برنامجه الحكومي الذي جاء بعد انتكاسات لبرامج حكومات سابقة. نعم. وعليه اليوم يجب أن ترفع الأحزاب يدها عن يعني السيد السوداني في من خلال معالجته للفساد والمفسدين والبحث عن يعني إجراءات جديدة ليس سياقات تقليدية. السياقات التقليدية يعرفها الفاسدون وحيتان الفساد وبالتالي يستطيعون الهروب من هذه الإجراءات، ولكن الإجراءات الجديدة التي سيتفاجئون بها من قبل هذه الحكومة ستجعلهم في موقف حرج وبالتالي سيعمل على يعني التقليل من هذه الخسارة. وما يعني طبقة القرن هي واحدة من هذه منابع الفساد التي يجب أن تعالج، وليس هي هذه وحيدة بالمناسبة، هناك كثير من ملفات الفساد. طيب أستاذ غازي، أنت تطرقت